أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر للبناء على قوة الدفع الناتجة عن اللقاءات المنتظمة التي تعقد بين كبار المسؤولين في مصر والصين، سعيا نحو الوصول بالتعاون الثنائي إلى آفاق أرحب من التنسيق والتعاون المشترك في العديد من المجالات. جاء ذلك خلال مباحثات القمة التي عقدها الرئيس السيسي مع رئيس الصيني شي جين بينغ في قاعة الشعب الكبرى بمدينة بكين، حيث ثمن الرئيس الصيني ما تشهده الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين من تطور إيجابي على جميع الأصعدة، مؤكدا أن الصين تولي لعلاقتها مع مصر أهمية خاصة بالنظر لمحورية دور مصر في محيطها الإقليمي. في اليوم الثالث لزيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الصينية بكين، استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الصيني وكبار القادة والمسؤولين في بكين تعزيز علاقات الصداقة وتطوير التعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين في مختلف المجالات والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، كذا سبل دفع العلاقات الثنائية في كافة المجالات.